مساء الخير جميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم المناطق السعودية خلال الساعات القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية بدون فعالية مع 30 درجة مئوية، المحسوسة تكون 32، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. تبوك 38 إلى 23 درجة مئوية، سكاكات 40 إلى 27، وعرعر 40 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن غربا نحو المدينة المنورة 45 إلى 32، جدة 34 إلى 29، مكة المكرمة 42 إلى 28، والطائف 35 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات عديدة من الأمطار في أبها مع 32 إلى 21، الباحة 32 إلى 19، وجازان 38 إلى 31 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام تتأثر برياح البوارح، وهي رياح شمالية شرقية نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار، تسجل 42 إلى 34، حفر الباطن أجواء شديدة الحرارة مع 46 إلى 32، والإحساء 47 إلى 34 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، الرياض 44 إلى 31، بريدة 45 إلى 31، وحائل 42 إلى 28 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.